هذا النبات الفراسيون يستعمل أولا للجهاز الهضمي، أولا للجهاز الهضمي. فيعني أولا هو الفم، يستعمل للفم، لأن الألمان لما كانوا يأخذوه كانوا يستخرجونه مستخلص ويعني ينظفون به الفم، فممكن يغرغر الشخص بمغلى المريوت تغلى ويغرغر بها الشخص، فجميع التعفنات على مستوى يعني هذه الفم والحنجرة فهي يعني تختفي. وحتى الجهاز التنفسي العلوي وحتى الرئة، الجهاز التنفسي كذلك، جميع الأمراض، الأمراض التي تتعلق بالجهاز التنفسي يعني بالرئة، فهذه المريوات تصلح لها، بما في ذلك الحساسية والربو والالتهابات، وبما في ذلك التبركلوزيس يعني سل الرئة. هذه المريوة هي معروفة بأن عندها يعني قوة في جميع الأعراض على مستوى الجهاز التنفسي. طبعا الفم والأسنان والأضراس يعني هذا يعني تستعمل، ويعني أحسن شيء ينظف به الشخص الفم هو هذه مغلى المريوت، هذه الفراسيون. الجهاز الهضمي كذلك في حالة الإسهال والإمساك، يعني في كلتي الحالتين، يعني سواء كان إسهال أو إمساك، فيعني هذا يشرب يعني شراب شاي المريوت، فهو يساعد كثير، يساعد وينفع كثير في هذه الحالات. كذلك التهابات على مستوى القولون والتهابات على مستوى المرارة، الجالب لادر هذه على مستوى المرارة، وكذلك الكبد، التهابات على مستوى الكبد. ثم يعني يبقى الجهاز العصبي، فيعني مادة الكاريوفيلين هي تقوي وتنشط هذا السي بي 2 لمنع هذه الالتهابات على مستوى النورونز، على مستوى الخلايا الدماغ، يعني هذه النورو انفلاميشن. وهي النورو انفلاميشن هي المشكل، لان كثير من الامراض في الجهاز العصبي الان هي التهابات، والتهابات حاده، ويعني يحس الناس بالم. هذا يعني المركبات والاستعمالات، هي تستعمل استعمالات خارجيه كذلك للجلد والشعر، الجلد والشعر وحتى الاظافر، هذه المريوت. ولماذا لا ينظف بها الناس يعني الشعر، ولماذا يعني لا يستحم بها الناس؟ لماذا لا؟ سنرى أن هناك أعشاب مثل الريحان، مثل كثير من الأعشاب ممكن أن يستحم بها الناس، لكن كثير من الناس يعني يفضلون هذا اللوشن وهذه الأشياء الكيماوية في الحمام لما يغسلوا. فممكن يعني أن يجتهد الناس وأن يعودوا لهذه الأشياء الطبيعية لأنها قوية. مادة يعني عشبة المريوت أو المريوة فراسيون بالعربية، هذا لومارو بلون، هذا كمان هورهوند، هذه العشبة مهمة جدا، يجب أن تكون في المنازل. يعني هي تستعمل كثير حتى يعني لأن فيها مضادات الأكسدة، فيها الكالويدات ومضادات الأكسدة، هذه الحمضيات الفينولية، المواد الفينولية، وتستعمل في الأمراض المناعية الذاتية طبعا، لأن هي التي تنظم يعني وظيفة الخلايا المناعية. تستعمل للسرطانات كذلك، يعني الأشخاص هي لا تعالج سرطان، يعني لا يفهم الناس خطابنا هكذا، لكن الذين لديهم سرطان كذلك يشربوا شاي مريوت. يعني سنتكلم عن الكمية، لماذا؟ لأنها فيها مضادات للأكسدة، وإذا أضيفت إلى أعشاب أخرى وإلى نظام طبيعي وإلى مكملات التي تكلمنا عنها فتساعد ولو ب15%، لماذا؟ لأنها متوفرة وموجودة ورخيصة وليست عشبة نادرة. يعني عليين يعني هذه المريوت، حتى أن كنا نستحي نجمعها في البادية، وهي لما تنبت بكثرة. يعني بالنسبة للكمية، لا يتعدى الناس 1.5 غرام في كوب كبير من الماء، 1.5 غرام، معنى تقبض بثلاث أصابع، ثلاث رؤوس هذه الذي رأيتم على الصورة، هنا 5 أو 6 ورقات، حتى 10 ورقات جيد، حتى 10 ورقات لا تضر، أو هذه الرؤوس يعني 3 حبات 4 حبات، يعني يفرغ عليها ماء ساخن، أو تغلى أحسن، تغلى في الماء لمدة 10 دقائق، تغلى في الماء أحسن لمدة 10 دقائق، ثم تترك حتى تبرد، ثم يشربها الشخص. ممكن تشرب مرتين في اليوم، ويعني كل الأعشاب يجب أن لا يكثر الناس فقط، لأن الأعشاب ليس الكمية هي المهمة، أن يفهم الناس، ليس لأن المريوة جيدة يعني سأخذ قبضتين وأضعها مع الماء ثم أتعالج، هذا سلوك خاطئ، ولذلك وقعت تسممات، وقعت مشاكل، لأن الناس مشكل كمية وليس. فالأعشاب هي الكمية ليست مهمة، الكمية ليست مهمة، اقتصدوا شيء بسيط لتبقى معك طول السنة ولا تصرف يعني مالك. يعني هي مدة الاستعمال، ما يعني هذه الأعشاب تكون معك
ويعني مرة مرة هكذا تشربها هو أحسن، لكن أن تنتظر حتى تصاب بأمراض ثم تجمع الأعشاب بكمية كبيرة وتشربها فأنت تنتحر. ليست الاستعمالات هكذا، ولذلك وقعت مشاكل، ولذلك بدأوا يخوفون ويفزعون الناس من هذه الأعشاب حتى أصبح الناس يخافون من هذه الأعشاب الطبية. هذه الكمية التي نتكلم عنها ليست مضرة وليس فيها أي خطر، ويعني المريوة والمريوتي يستعملها الناس ويعرفونها، والعشبة معروفة وليست نادرة، وما سبق للناس يعني أن تسمموا بالمريوت أو المريوة يعني غير معروف. فهذه الأعشاب لا يستفيد من الناس، وحتى الناس يسمعون مريوت أو مريوة هكذا ربما يسخرون أو يشمئزون، لكن لو علموا أهمية هذه الأعشاب يعني لكانوا يعني أتوا بها إلى المنازل ولكانوا خزنوها، وأحسن شيء يقومون به وأحسن شيء يفتخرون به وأغلى شيء وأتمن شيء يكون في المنزل هو هذه الأعشاب. لماذا؟ لأنها في الأخير هي التي تحفظ صحتك من الأمراض وليس الأكل. هذه الأعشاب مهمة جدا، وأن تكون دائما أعشاب متنوعة يعني التي توجد التي تتوفر لديكم، والأعشاب الرخيصة الأعشاب كلها جيدة. نحن نعطي أهمية ونوسع في اللائحة لكي لا يبقى الناس محبوسين على 3 أو 4 أعشاب، نوسع في اللائحة. فإذا وجدتم هذه الأعشاب جيد، ويعني سنعطي مئات الأعشاب لكن ليس بالضرورة كلها يعني تكون كلها، الأشياء التي تجدونها في السوق فقط. إذا كان الثمن مرتفع فتلغى، إذا كان الثمن مرتفع تلغى، لأن هناك أعشاب أخرى رخيصة وموجودة. فيعني هذه الأعشاب مع الأسف الشديد، فالمغرب ثاني بلد بعد البرازيل ومن البلدان القوية من حيث الأعشاب الطبية. المغرب ثاني بلد بعد البرازيل، يعني بلد قوي، والله سبحانه وتعالى يعني أعطانا هذه الثروة الطبيعية ونحن لا نستفيد منها. فكان على استراتيجية المغرب، كان على المغرب لو كان هناك تدبير عقلاني وتدبير يعني بخبراء وناس يعني يعرفون ولهم نظرة بعيدة، فكان على المغرب يعني أن يراهن على الاستثمار في هذا الميدان، لأن ممكن أن يعيش المغاربة فقط من الأعشاب الطبية لو كان هناك تدبير جيد. ويعني كيف يعقل الآن أن لدينا أشخاص يأخذون هذه الأعشاب بثمن بخس؟ حتى الناس في الجبال الآن لا يعني نقود بسيطة، يعني هذا الأزير هذا لإكليل الجبل كانوا يأخذونه بدرهمين للكيلو، ثم يباع في الدار البيضاء يصل ثمن إلى 50 أو 60 درهم. دائما هذا ما نسميه في المغرب بوشكارة، بوشكارة لإخواننا في البلدان الأخرى، بوشكارة الشكارة هي محفظة النقود في المغرب، محفظة النقود هي الشكارة. في الجزائر الشكارة تعني كيس الخنشة، يعني في المغرب فهذه هذا بوشكارة هو صاحب المال، صاحب رأس المال، وهو الوسيط، هو الذي يشري السلع بثمن بخس ويبيعها بثمن غالي أو يصدرها، وهو الذي يستفيد وليس المنتج، ليس المنتج في المغرب هو الذي يستفيد، هذا هو مشكلنا في المغرب، ليس المنتج هو الذي يستفيد، هذا الوسيط الذي يأخذ السلع هو الذي يأخذ يعني، ولا لا يزرع ولا ينتج ولا يحصد ولا يدرس ولا أي شيء. هذا الشخص يربح أموال فقط لأنه أخذ، لأن له رأس مال، أخذ السلعة من هنا وباعها أو صدرها في مكان آخر. وهؤلاء الآن يقومون بتقطير ديستيليشن، الهيدرو ديستيليشن، فيقطرون هذه الأعشاب ويصدرون زيوت إلى أوروبا. جميع الزيوت الموجودة في أوروبا الآن، جميع البلدان الأوروبية بدون استثناء، الزيوت الموجودة في هذه البلدان هي زيوت مغربية، زيوت مغربية مع الأسف الشديد. والمواطن المغربي لا يستفيد، وأن الله يعني أعطانا هذه الخيرات لكي نستفيد منها، لا يمكن أن يخلقنا الله في بلد ولا يرزقنا يعني ما نأكل ولا ما، لا يمكن، وعدا عليه سبحانه وتعالى. فلماذا المواطن المغربي لا يستفيد من هذه الخيرات؟ لماذا؟ فهو حقه في هذه الخيرات يعني ربما يعني أخذه هذا الشخص يعني بوشكارة. فهذه يجب أن يكون تتمين. لماذا هناك مشكل تسممات بالأعشاب؟ لماذا؟ لأن الأعشاب الآن لا يعني ليس هناك دراسات وليس هناك يعني من يهتم بها من الناحية العلمية. فالأعشاب الآن تباع عند بائع الأعشاب، بائع الأعشاب هو مثل بائع الخضر، هو يعني يملأ جيوبه يعني لا يهتم بالباقي. فالصيادلة، وعندنا كليات الطب والصيدلة الآن في جميع المدن المغربية،
وهذا الشباب الآن الذي درس الصيدلة علم الصيدلة فهو متخصص في الميدان، لأنه يعني درس كيمياء وهو يعلم جيد يعني الفارماكونيوزي هذه يعني هذا والفارماكوسينيتيك والفارماكولوجي، يعني جميع المواد التي درست هي تتعلق بالكيمياء والمركبات الكيماوية وخصائص الجزيئات الكيماوية. فلماذا لا يستثمر هؤلاء الصيادلة في هذا الميدان؟ لماذا هذه الأعشاب لا توضع في ساشي أو كبسول أو حتى إبر تشرب وتوضع بكمية التي يعني لا تسمم؟ يعني مثلا هذا الفراسيون هو 1.5 جرام مرتين في اليوم، ممكن 1.5 جرام صباح 1.5 جرام في المساء، جيد أن توضع هذه الكميات في ساشي أو في كبسول أو في إبر تشرب، ثم نأخذ الكمية بالضبط ولا يكون تسممات ولا يكون مشاكل. الآن هناك مشاكل لأننا يشترون هذه الأشياء يعني هكذا يعني للوزن، يزنون كمية نصف كيلو نصف كيلو 200 جرام، لما يذهبوا إلى منازلهم فيعني ربما يعني يطغوا شيئا ما في القدر ثم تكون تسممات. لو كان هذه الأشياء يعني مرشدة ومدروسة علميا ويعني الصيادلة يتكلفون بهذا الميدان، هم أولى، الصيادلة هم أولى بهذا الميدان يعني أن يتكلفوا لكي تصبح هذه الأعشاب كذلك على شكل يعني كميات معقولة ومضبوطة ويأخذها الناس بأمان. يأخذ الناس بأمان، لما تأخذ ساشي وتفرغ عليه ماء وتشرب يعني لا تتخوف ولا تخاف من أي شيء، وأنت تعرف بأن هذه الكمية ليست مضرة، والصيدلي هو الذي يحدد الكمية التي تضع في الساشي أو في الكبسول أو كم عدد الكبسولات في اليوم وكم عدد الساشيات في اليوم أو حتى إبر تشرب محلول على شكل محلول. لما لا؟ الصناعة الآن تقدمت، هذه أشياء بسيطة جدا ممكن أي شخص أن يعمل هذا، أن يستثمر في هذه المشاريع لكي نستغل هذه الثروة التي حبان الله بها ونستفيد منها لكي لا تبقى هكذا. لأن يعني مع الأسف الشديد التدبير الآن، تدبير الشأن الوطني من حيث هذه الموارد الطبيعية هو تدبير خاطئ. جميع الوزارات التي نتعاقب يعني هذه الحكومات التي تعاقبت من الاستقلال إلى الآن تدبير خاطئ، ليس هناك حكومة يعني دبرت الشأن الوطني كما ينبغي، تدبير خاطئ إلى حد الآن لا زال تدبير خاطئ. يعني كيف يعقل أن لدينا يعني الآن يعني مساحة شاسعة وعند كميات هائلة من الأعشاب الطبية، ثم لا زلنا نحتقر الأعشاب الطبية ولا زال إعلامنا يحتقر ويضحك ويسخر من هذه الأشياء في الوقت الذي بلدان أمريكا اللاتينية الآن هي بلدان راقية، لأن على الأقل قلصت من الأمراض مثل المكسيك مثلا. المكسيك تأكل صبار، هذه أوراق الصبار، هذه الضلفات الهندية تأكل أوراق الصبار كخضرة، وعند ستيفيا وعند أعشاب كثيرة تستعملها مثل هذه الخزامى مثل أشياء كثيرة هذه يشربونها يعني هذو. يعني لماذا نحن لا نستفيد من هذه المخينزة التي تكلمنا عنها، أن نبات هذه الأتينة العطرية باللغة العربية المخينزة. فالمكسيكيين عندهم شاي وتسمى بالأنجليزية دو مكسيكان تي ولا دو جيزويت تي بالأنجليزي. فنحن لا زالوا يفزعون الناس ويرعبونهم لأن الأعشاب خطيرة، لا ندري من يعني. طبعا هناك طرف لا يريد هذه العلاجات الطبيعية لأنه يستفيد من العلاجات الكمية، ونحن نعلم هذه الأشياء، لكن لا بد وأن تسوى الأمور، لا بد وأن نعود للأصل، لا بد وأن نستفيد من خيرته، لا بد وأن نقلص من الأمراض، لا يجب أن نستيقظ من النوم، ويجب على الناس أن يفهموا هذه الأشياء، لأن لا زلنا مع التطاحنات ومع يعني انتقادات الفارغة ومع الأشياء هذه. كفى يعني كفى لقد ضيعنا 75 سنة بعد من الاستقلال إلى الآن، والآن كفى يعني هذه الإيديولوجيات وهذه هذه الرياح الإيديولوجية، الرياح الفكرية الإيديولوجية التي خربت هذه البلدان، أظن كفى، لأننا عانينا وعانينا كثير، كفى. فليتركوا الناس في حالهم، وعلى الأقل عن شيء الناس الآن ليسوا على شيء، الناس ليسوا على شيء. لماذا؟ لأن هناك كثرة الأحزاب وكثرة الصراعات وكثرة النحلات وكثرة الجماعات الإسلامية وكثرة هذا، يعني تشتتنا. طبعا لما يكون عندك 30 حزب من المستحيل أن يكون تدبير الشأن الوطني، عندك 30 حزب في بلدك عندك كارثة، من المستحيل أن يكون يعني أن تستقيم الأمور، من مستحيل مستحيلات يعني أن تتسوى الأمور وأنت يعني تسير الأمور كما ينبغي.
يعني وأنت عندك 30 حزب في البلد، من المستحيل. وهذا هو المشكل الحقيقي الذي يجب يعني الآن يعني أن يدرسه. أظن أنه كفى، أن ثرواتنا تضيع وخيراتنا تضيع، ولدينا أشياء نعيش بها. لماذا نستورد قمح؟ لماذا نستورد ذرة؟ لماذا نستورد حلبة؟ لماذا نستورد حب رشاد؟ لماذا نستورد حب كتان؟ لماذا نستورد لماذا نستورد شاي أخضر؟ لماذا نستورد شاي؟ لماذا لدينا أشجار كثيرة ممكن أن نشرب هذه الأوراق؟ لماذا نستورد هذه الأشياء؟ فالآن البلدان كلها بدأت يعني تجمع قوتها، كل البلدان الآن بدأت تجمع قوتها وتبحث عن استراتيجية التي تجعلها يعني تعيش بسلام. مجاعات ستبدأ في كوروبا، نعم ستبدأ في كوروبا، لأن إذا يعني لاستيقظت البلدان الإفريقية فستجوع أوروبا، إذا استيقظت البلدان الإفريقية من النوم ستجوع أوروبا، ستجوع أوروبا. لأن يعني البلدان الإفريقية هذه القارة هي التي جمع فيها كل كنوز الدنيا، كنوز الدنيا جمعت في هذه القارة. فإن شاء الله خير، فأن يتعلم الناس يعني هذه الأعشاب وهذه العلاجات، لأن أنتم تعلمون يعني أن هذه العلاجات الحديثة الآن هي أصبحت شيئا ما تتراجع، وأصبحت الآن النتائج أنتم تعلمون جيدا النتائج يعني في علاج السرطان وعلاج الأمراض المناعية الذاتية والأشياء، أنتم تعلمون النتيجة، تعلمون يعني الناس كيف يعيشون بألم وبشفاء. لماذا لا يعني لا يتعلم الناس هذه العلاجات الطبيعية، وهي قوتنا، قوة المغرب يا عباد الله، قوة المغرب في العلاجات الطبيعية، قوة المغرب في العلاجات الطبيعية. لماذا؟ لأن لدينا أشياء نعالج بها، لأن لدينا هذه الثروة الطبيعية التي سبحان الله يعني هذا جبال الأطلس، يعني من طنطان يعني من السمارة يعني حتى طنجة حتى الجبال الريف، هذه كلها أعشاب طبية، حتى المناطق الشرقية من جهة تندرارا يعني ومشيو الفيقيق، هذه كلها مناطق يعني الأعشاب الطبية يعني أكثر من المزروعات. لماذا هذه الثروة نضيعها؟ ولماذا هناك طرف يستفيد من هذه الثروات؟ يعني ونحن يجب أن يكون لنا مدخول. نعم نبيع هذه الأعشاب، لكن نبيع أعشاب وليس نقطر الأعشاب ونبيعها يعني نصدرها لأوروبا، نبيع أعشاب ونبيعها بطريقة يعني كما ينبغي. مثل هذه الشركات التي تبيع المكملات الغذائية، شنو عندها؟ لا عندها والو، اش عندها؟ لماذا لا تكون هذه أشياء مثل المكملات صاشيات وكبسولات ومحاليل وتصدر هكذا، تصدر صاشيات وتصدر كبسولات، وليس تصدر مواد خامة يعني بريال للقنطار. يعني شيء يجب أن ننتبه له. الشباب كذلك الذين يدرسون في كلية الطب والصيدلة، الشباب يجب أن ينتبه لهذه الأشياء، لأنكم ستضيعون. فعلوا ما شئتم، ستضيعون، صدقوني ستضيعون إذا بقيتم على هذا الطب الأحادي يعني الطب الكيماوي. نحن لدينا قوة. لماذا الهند يدرسون الطب الهندي والطب الغربي؟ لماذا الصين تدرس الطب الحديث والطب الصيني؟ لماذا نحن لا ندرس الطب الحديث والطب العربي؟ لماذا لا ندرس الطب الحديث والطب العربي وهو أقوى طب؟ الطب العربي هو أبو الطب. لكن هناك أطراف لا تريد. يعني إن شاء الله سنبقى معكم، ونتمنى إن شاء الله أن تتعلموا أشياء، وستتعلمون أشياء كثيرة إن شاء الله تعالى. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.